نروح بقى لوزارة الأوقاف ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مراعاة الضوابط الشرعية للوقف في مصر، وقال كمان إن الوزارة هتسترشد بأسعار وزارة الإسكان في مال الوقف، مشيرا إلى إن السنة دي تم توفير 25 مليون جنيه لأهالينا في حلايب لبناء 100 بيت. وأكد أن الوزارة حولت أكثر من 16 مليون جنيه تم ضخها بعد حادث الروضة في سيناء، كما تم توزيع أكثر من 50 ألف بطانية على الأسر الفقيرة، كما تم توزيع 5000 مقعد للمدارس، ويتم حاليا الإسهام في دعم شنط رمضان للأسر الأكثر احتياجا بتكلفة أكثر من 25 مليون و650 ألف جنيه.